Mi ambición fue tremenda. I wanted to make something sacred. Una película que diera las alucinaciones de LSD. Si tomara LSD, to change the young mind of all the world. Michel Sidoux say to me, I want to make a new picture with you. What do you want to do? I say, Dune. And he say, yes. في سنة 1973 قرر المخرج والشاعر وقارئ الطاروت والمعالج الروحي التشيلي أليخاندرو جودوروفسكي، والذي هو بالمناسبة من مواليد 17 فبراير أي نفس تاريخ ميلادي، وهذا ما يفسر الكثير بالنسبة لي. قرر المخرج أن يصنع فيلما بعنوان الكتبان دون، عن رواية خيال علمي بالعنوان ذاته للكاتب الأمريكي فرانك هيربرت. تدور قصة الكتبان باختصار حول إمبراطور يحكم نظاما عالميا من الكواكب التي سكنتها عائلات إقطاعية لها ثقل سياسي، وهو نظام فضائي يقوم على تجارة ما يسمى بالتوابل التي بدونها يستحيل السفر بين الكواكب ويتوقف نظام التجارة الكوني كله. وتوجد هذه التوابل في كوكب أراكيس، وهو كوكب صحراوي على هامش الحضارة. سكانه مهزومون وضعفاء، محكومون بواسطة جيوش من كواكب أخرى أقوى منهم، هي التي تضمن تدفق التوابل نحو مركز النظام الكوني. وهنا بالطبع تبدو الإسقاطات السياسية واضحة بالرواية، حيث تصور الصراع بين القوى العظمى على الشرق الأوسط الذي يمتلك النفط، وبدونه تتوقف التجارة العالمية. بعد الضجة التي رافقت الجبل المقدس، قرر جودوروفسكي أن يجمع كل أنواع الإطار الممكنة في فيلم الكتبان، وقطع خطوات واسعة لتحقيق مشروعه بمساعدة جنون من هم حوله. أبطال الفيلم هم سالفادور دالي، أورسون ويلز، فرقة بينك فلويد، والمغني الأمريكي الشهير مايك جاجر. طلب سالفادور دالي مبلغ $100,000 لكل دقيقة يظهر بها في الشريط، وجرى له الأمر، ولكن بشرط ظهور الشخصية التي يمثلها دالي إمبراطور المجرة لخمس دقائق فقط. In that time I was seducing Dali because I wanted Dali as the mad emperor of the galaxy. Dali, ça nous paraissait être le seul empereur du monde qui avait cette espèce de talent extraordinaire avec un parler, une phrase. Que nobody understand Dali because myself never understand my work. Never Dali understand one painting of Dali because Dali only create enigmas. Dali was something, I was reading a book about Ditaro. And then I take a page where the hangman. I write, I want to see you because I will make a picture with you. He liked it. To have this kind of invitation, he said, I will see you. أما أورسون ويلز المخرج العالمي فكان معتكفا في مطعم بباريس يأكل ويأكل، فجرى إقناعه بالعمل معهم على أن يحضروا رئيس طباخين في المطعم الباريسي إلى التصوير ليشرف على وجبات المخرج والممثل الأمريكي. Orson Welles. Yeah, I say I don't want to do it. I say if you do the picture, I will hire the chef of the restaurant and you will eat us here every day. And I say I do it. ثم بعدها التقى جودوروفسكي بأعضاء فرقة بينك فلويد، فتجاهلوه وهم يأكلون سندويتشات البرجر، فما كان منه إلا أن شتمهم بعصبية ليقتنع أعضاء الفرقة بتأليف موسيقى الفيلم إثر ذلك. وافق المجانين على أن يكونوا محاربين في هذا الفيلم، ولكن بقي أمر التمويل. استطاع منتج الفيلم حينها أن يؤمن ربع الميزانية المطلوبة. ذهب المخرج والمنتج إلى هوليوود للحصول على التمويل الباقي، وهنا توقف الجنون. ولم يكن للصدفة أي حضور في قلاع هوليوود، إذ رفض المشروع وعاد الجميع خائبين. This system make of us slaves without dignity.
without debt. No? With a devil in our pocket, this incredible money. I in the pocket this money, this shit, this nothing, this paper who have nothing inside. Movies have heart. Boom, boom, boom. Have mind. Have power. Have ambition. I wanted to do something like that. Why not? لم يناسب جنون جودوروفسكي ومحاربيه طموحات هوليوود الربحية. هكذا كان الاعتقاد وقتها. ولكن تبقى لهوليوود قدرتها على استثمار كل شيء. ففي الوقت الذي كان جودوروفسكي يخوض فيه معركة كل شيء أو لا شيء، بعد رفض استوديوهات هوليوود المشروع، قامت شركة يونيفرسال بعد سنوات قليلة بإنجاز فيلم الكتبان عن رواية فرانك هيربرت نفسها، ولكن بإخراج ديفيد لينش. من رأيي الشخصي المتواضع، فيلم الكتبان لديفيد لينش هو أسوأ نسخة لهذا الفيلم، ويعتبر كذلك أسوأ فيلم في مسيرة هذا المخرج. لعل قرار جودوروفسكي بأن يذهب إلى هوليوود هو نوع آخر من الجنون. فمن الطبيعي أن ترفض هوليوود الحريص على مكاسبها مغامرة يقوم بها مخرج سوريالي مثله. مخرج مثل جودوروفسكي سيبقى غريبا عن منطق النقود وحسابات الربح، خصوصا أنه يؤمن فعلا بقوة السينما وقدرتها على فهم العالم وفتح نوافذ جديدة لنرى منها واقعنا وأساطيرنا. Could be fantastic.